أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا دايما بحلقة جديدة من ولا أطيب. ضيفتنا اليوم اختصاص التغذية فانيسا خصوب. أهلا وسهلا فيك فانيسا. أهلا فيك. مرسي. يعني دايما ننبسط نحن بالدايتيشن بيعطونا أفكار وخاصة المشاهدين بينطروا هالمناسبة الحلوة تيستفيدوا من المعلومة الحلوة بتعطوها دايما. مزبوط. اليوم موضوعنا شو بده يكون فانيسا؟ ترقق العظام بيهم كل الناس بس بيهم النساء بالأخص. هلا اليوم رح نوضح ليه هيدا الموضوع مهم لك الرجال والنساء والأطفال والولاد. ترقق العظم للنساء والرجال كمان. طبعاً أكيد. أنا تالي خطر شيء من ترقق العظم. أكيد. كمان تعمل رياضة. لا بس بأكل كالسيوم كتير. بس بتقعد هون بالستوديو. إيه نحن منيح بالكالسيوم. بركب بسكليت كمان. عظيم هذه بسكليت. لا محافظ لكن عظام. محافظ إكزاكتلي. لكن فانيسا خلينا نتعرف أول طبق ونرجع نحن وياكم. مكونات خبز الباجيت مع سمك السردين. 200 جرام سمك سردين. 200 جرام بندورة كرزية، 50 جرام زيت زيتون، 30 جرام ثوم، خبز باجيت عدد واحد، خس ملون للزينة، حامض للزينة عدد واحد، إكليل الجبل للزينة عدد اثنين، أوريغانو رشة، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن فانيسا مثل ما شفتي اليوم رح يكون في عنا الطبق الأول very simple very healthy very healthy كمان. نحن بنمشي دائما حسب ما يطلبه الدايتيشن. يعني نحن المنيو بس نعملها بنكون حكينه على التليفون وسألينا فانيسا شو بدنا نطبخ، تطلب منا عدة شغلات مشان هيك نحن كل الأطباق اللي بنعملها هن حسب على طلب الدايتيشن. بس هو كرمالك أنت وكرمال المشاهدين صحتهم. بس هي بالحلقة ضمن بعد الحلقة ما فينا نزعبي. لا. لكن هون نحن فانيسا رح فسر لك عندنا السردين جبنا وخبز الملكي سيريال الأسمر. أوكي. وهلا أكيد أنت رح تحكي ونحن رح كمان نفسر للمشاهدين. تفضلي فانيسا. طبعا اوكي رح نبلش نحكي اول شيء الاوستيوبوروس شو هي. الاوستيوبوروس ترقق العظام. اوكي. هي فيها تصيب النساء ابتداء من عمر 30 وفيها تصيب الرجال كمان على اعمار اكبر. هلا كيف بنعرف انه عم بيصير معنا ترقق عظم؟ عظم للاسف بسموه هيدا المرض مرض ساكت سايلنت ديزيز. أوكي. لانه ما فينا نعرف له. صامت. نعم. ليه؟ لأنه مثلاً تفركشت شيف وقعد كسرت إجرك. ساعتها بتروح ممكن تفحص العظم عندك إذا دنسيتي منيحة كاملة ولا لا، وساعتها بتكتشف إذا في عندك ترقق عظم أو لا. ساعتها ببين. مزبوط. حلو. هلا كرمال لا تتجنب هالشي فينا نتجنب من مش من عمر صغير، من أول ما يخلق الولد فينا نجنبه. أوكي. إنه يوصل لهالمرحلة. ليه؟ لانه ترقق العظم ببلش من اول ما يخلق الطفل. اوكي. بتعرف بالام كثير مهم انها تعطي حليبها لطفلها صح اول ما يخلق. أوكي. وفي غلطه هي بحب كمان الفت نظر المشاهدات انه لكل مراه حامل تنتبه تعطي خبر للمستشفى اللي راح تكون فيه انه هي بدها تعطي حليبها تردع الولد تبعها اول ما يخلق، وابدا ما ينعطى له حليب بودرة أو حليب من المستشفى. خاصة أنه مؤخراً عم بسمع كتير يعني من زبوناتي أنه في مستشفيات بلا ما تاخد إذن الأم بتعطي الولد حليب غير حليب الأم، وهيدا شيء جداً عاطل. وقتها بيكون خلقين جديد دغري. بيكون بعده خلقين صح. هيدا كتير عاطل الشيء، مش هيك بليز أعطوه خبر للمستشفى عن هيدا الموضوع. ليه؟ لأنه حليب الأم مش بس مهم، أول كم نقطة هن أهم شيء، لأنه هو اللي بيضمنوا لحياتك كلها انه يكون عندك مناعه قويه، من ضمنهم لترقق العظام اكيد. نعرف قد الحليب غني بالكالسيوم. سبحان الخالي. دونك هيك بتبلش بيرجع من خلال الحياه كلها بتعرف يعني بيوصلوا لمرحله بعمر ال 15 16 الاولاد ببطلوا يشربوا حليب، هيدا اذا كانوا اهلهم معودين على الحليب. انا اكيد بنصحهم كل يوم كبيتين حليب ابتداء من وقت اللي يبلشوا يوقفوا مع الام الحليب، حتى بيضلوا يشربوا حليب لحد عمر ال 50 60 70 80 كل يوم لازم نشرب حليب. حلو. لا انا الحليب صاحبي كثير عن الحليب وبحب الحليب يعني اذا مزبوط قلت لي على التليفون انه كذا عم تشرب. بتروي غدا عشا في كبايه حليب ما عندي اي مشكله. عظيم روعه. مشان هيك حافظ على نظاره وجهي. ايه اتفقنا عظيم. نحن فانيسا هون رح فكر كمان انه شو ذكرنا يلا شو طبخنا وشو عملنا. نحن هون جهزنا الحامض، الخس للزينه، واكيد الخبز قطعناه تحت الحمص. رح نحكي هلا عن كل شيء وشو الفيتامينات. وهلا نحن شو رح نعمل؟ رح نضيف زيت الزيتون ونعمل سوتيه البندوره الكرزيه. اوكي. البندوره الكرزيه الموجوده عندنا هون نحن رح تنضاف مع السردين. طيب كثير رح تشوف اليوم طريقه
ما تحمل زيت كتير بس. لا مشان هيك حطيناه دغري على البالي واكيد حتى نعملهم هيك بلا معلمية نذوب اكيد بلا معلمية برافو عليكي. وهون نحن كمان في عنا خبز الباجيت رح نسقيهم بشوية زيت زيتون حتى نقطة خفف خفف لي بلشنا ما هي كلها بالكميات كل شيء مسموح بس مع انه زيت الزيتون صح يا فانيسا اكيد هيدا عم اقول لك بالكميات شو ما بدك مسموح حتى الاصناف يلي مضره مسموحه نحن ولا قطع مشهورين بالكرم طيب كمان هون ما تخليني هيك توصل لي على حيط مصدود هون كمان في عندنا الثوم انا رح ضيفها للبندوره مع البندوره حتى نعطي فليفرز لهالصندوق واكيد رح يجي السردين السردين اللي بنجيبه معلب خالص فينا نكون حتى نجيب سردين طازه مشوي واذا في حال ما توجد سردين طازه ممكن نستعمله بالشوي قال لي ما بدي اقلي اليوم لانه انت موجوده معنا بس لا بكره رح تقلي لا لا عطونا بلشنا نمشي كل شيء هسه عشان ما تقلي هلا اوكي بدي احكي بخصوص موضوع الماكولات اللي عندنا هون كمان نحن بنعرف انه ترقق العظم اسبابه عدم شرب الحليب عن عمر صغير وفي غير اسباب عدم الرياضه بياثر بخلينا يصير معنا ترقق عظم اوكي اذا ما اكلنا ماكولات يعني لنتجنب ترقق العظم بدنا نزيد الكالسيوم اوكي باكلنا فنزيد الكالسيوم اهم صنف الحليب اكثر شيء الحليب فيه كالسيوم بيرجع اللبن الاجبان وكل مشتقاتهم ان كان القشطه ان كان القريشه كلهم هو اللي فيهم كالسيوم حلو بس ما ننتبه على الكميات السردين هو ثاني نوع من الطعام غني جدا بالكالسيوم سردين يعني سردين من بين كل الاسماك ان كان معلب او كي طازه كان معلب او طازه يعني حتى لازم انه ست البيت اولادها بالبيت لانه مروا بالاسبوع تعمل لهم سردين اكيد مره سردين مره سمك سمك كمان غني كثير عم نحكي كاسماك سردين اغنى شيء نعم. بس السمك والتونه والسردين وكل مشتقات السمك فيها كثير كالسيوم حلو هيدي شغله هلا كمان فينا ناخذ الكالسيوم من الفواكه المجففه احنا ما عندنا اليوم ديسير الفواكه المجففه العنب التين هون كثير فيهم كالسيوم يعني هاي كمان رح نعطي كم طريقه للمشاهدين كيف يزيدوا بطبخاتهم على المخفي شويه كالسيوم حلو مثلا بصوص بيشاميل وصوص صوص بلانش او صوص بلانش هو اللي بينعملوا بالحليب مزبوط بدل ما ينعملوا بالحليب الكامل الدسم او بالكريمه مزبوط بينعملوا بالحليب القليل الدسم صفر بالمية وبيطلع طعمتهم كتير طيبة هلا اللي ما بيقبلها في ياخدها مع دسم قليل اوكي وهون عندنا نحن الخبز الباجيت فانيسا الباجيت الاسمر خبز الاسمر عم نحمصها تحط كمان مع زيت زيتون وهون عندنا البندوره مع ثوم وملح وبهار شفتي كيف هون شوي دبلناه هون تحطها صار عندنا هيك فليفرز خفيفه واكيد وهلا نحن قبل ما ننتقل نظبط الصحن ونقدمه رح نروح لفاصل اعلان صغير ونرجع معكم مشاهدينا انطرونا ولا اطيب نستضيف اليوم اختصاصيه التغذيه ضيفتنا فانيسا خسوب اهلا وسهلا فيك فانيسا يعني انت ضيفتنا الاولى بسم الله عليك انرجي هايبر بسم الله على الخشب نحن رح نذكرك نحن شو عملنا هون الخبز الملتي سيريال الاسمر شويه زيت زيتون حمصناهم اكيد السردين نحن فتحنا المعلبات جايبينهم بالماء صفينا الزيت صفينا منيح بالزيت وبعدين البندوره مع شويه ثوم زيت زيتون على البارد اكيد رح نعطيه الفليفرز وهذا رح يكون طبق مع عصير الحامض هيك نكهه طيبه ورح يكون عندنا تميز اكيد وفي طبعا طبق ثاني بس قبل ما ننتقل على الطبق الثاني خلينا نشوف فقره هيك قشطه ونرجع معك فانيسا بفقرتنا هيك أشطر نستضيف مدام ماجي ماروتيا أهلا وسهلا فيكي مدام ماجي أهلا بشي يعني اليوم عنا شي فقرة كتير حلوة لأنه وشي تتميز إنه كيف نستفيد من الأشياء اللي كنا طبخينا محضرينا ما نكبها ونطبخها بغير أطباق أكيد أكيد عطول هلأ بيبقى عنا أكل وحقيقة حرام بهالوقت إنه الواحد يكب أكل لأني تعرف الأحوال كل شيء غالي وحرام لازم نستفيد من كل البقايا اللي بيضل بالبراد حلو خاصة التبولة اللي معروفة كطبق أساسي بالسفرة اللبنانية كل بيت تنعمل بكميات كبيرة مزبوط تنعمل بكميات كبيرة وبعدين أنه بيفضل هالكمية هي يعني ما رح يكفوا لشخصين أو ثلاثة نعم. حتى نستفيد من هالتبولة اللي تعبنا وفرمنا طبعا وجهزناها هالفضله هيدي نقدر نستفيد منها شو رح نزيد لها شو نعمل نزيد لها
اولا عندنا هون دبس الرمان. اوكي، دبس الرمان بيعطي طعمه كثير طيبه وطعمه حموضه اكيد. اوكي، بعدين حسب الذوق بيقدروا هن يزيدوا حامض اكثر، بيقدروا يزيدوا دبس الرمان اكثر، بس انه حسب الرغبه مثل ما انت بتقول حسب الرغبه. مزبوط. شويه صنوبر. انا ما بعرف هيك بعمل ورق العريش او القاطع، محشي القاطع، بحط له معلقه بن. مزبوط. مع هال. بعرف كثير من اصدقائي الطهاد يعني بيستعملوا شويه بن مع هال، مع انه انا ما بستعملها بس بسمع كثير انه بحطوا لها معلقه بن. مش عاطي يعني. جربها يا شيف. بنجربها، ليش لا؟ اوكي، وشويه رز. اوكي، نحن لاني بتعرف التبولي ما بنخلط كثير برغل، ما حيبين انه في برغل. اوقات بتحط الرز. اوكي، وبنحطه كله مع بعضه مع التبولي للي فضلت عنا من وجبه الغداء، اذا في حال كان عنا جات كبير حتى نستفيد منها. ايوه، هي صارت الخلطه جاهزه. أوكي. بس انا اليوم بدل ما استعمل ورق العريش بدي احاول اعمل لك طريقه كثير مهضومه. بدي اسلق، ما بدون شيء بس انه اقدر تقدر تلفيهم. اوكي بليز، بس تساعدني. تفضلي. ميرسي. ها هون لك نحن ورق سلق. نعم، دبل دبلناه حتى نضبه، دبلناهم بس انه تنقدر نلفهم حتى نكفي. فوالا. اوكي، هون لك دبلنا ورق سلق حتى تجهزهم لللف. واليوم كمان رح تعلمينا طريقة لف جديدة ماجي، مدام ماجي. لكن عندنا كثير مهضومة وكثير بريزونتابل و... اوكي، جربوها. هون لكن بنقص ولا الهندي او السلق. على فكرة مش مفروض ينكبوا هول كمان، هيدي بتنعمل شوربة، بتنعمل سلق مقلى. ان شاء الله بحلقات جايه بنفرجيهم كيف. نعم. مفروض ما نكب اي شيء، بخلوهم وبحطوهم بالفريزر لوقت ما يقدروا يستعملوهم. حلو. اوكي، هون لكن نحن الحشو اللي جهزناها من التبوله ضفنا عليها دبس الرمان وصنوبر ورز وشويه بن. طريقه اللف كثير هايله شيف. بنلفها على طريقه المثلث صارت. مزبوط، بريزونتابل. فوالا، نشيل الناصرة بيطلع لنا شكل مربع، بيطلع مثلث. مثلث مثلث وليس مربع. معلش اسمحوا لنا، من شوي الارمن هيك لازم يغرطوا بال بسيط. مربع مثلث. اوكي اوكي، وهكذا دواليكا يعني. فوالا، ما بالطريقه لكن عم نلفها بطريقه المثلث بس نعطي فكره للمشاهدين. هيك بلفوها ونستفيد من التبولة اللي بقيت عنا ونطبخ طبخة غير شكل كمان، تطلع طعمتها أطيب بنكهة مميزة وبطريقة أشطر من نحن نعرفه. مدام ماجي نحن بتشكريك، يعني اليوم كانت فعلا فقرة مميزة هيك حتى يستفيدوا منها مشاهدين، وعلى أمل كمان نشوفك بحلقات لاحقة إن شاء الله. شكرا، إلى اللقاء. مرسي. شكرا لمدام ماجي ماروتيان على المعلومات الحلوه. وشو رايك بالسلق؟ كثير حبيت المعلومات. اولا السلق مش كنا عم نحكي عن الكالسيوم. اوكي، الكالسيوم كل بالوراق الخضراء كثير موجود، كل ما كانت الورقه خضراء خاصه الخضار الخضراء داكنه اللون، الخس، السلق، كل الخضره الخضراء كل ما كانت غامقه. يعني بيقولوا لك في كثير اشخاص بيشيلوا الطرف الاخضر وبيحبوا القلب الابيض. صح. انا بنصحهم ياكلوا كل البارتي حتى الشقف البرانيه فيها اكثر بكثير كالسيوم. فبرافو عليك. ايه برافو. لكن نحن كمان رح نكفي طبقنا، رح نبلش نطبق الطبق الاول. نحن بحاجة أكيد إلى صحن للسكب، وهون نحن عندنا الخبز الأسمر. كنا حكينا قبل كمان عن بلشنا بالكالسيوم، في فيتامين تانية كتير مهمة لترقق العظم، بما أنه عم نحكي عن لعضة العظم. أوكي، هي الفيتامين دي. فيتامين دي هي فيتامين الشمس، the sunshine vitamin. يعني وهلا عم ننتبه كثير انه بلبنان عم يطلع في كثير اشخاص معهم فقر بالفيتامين دي، مع انه غريب لانه هي فيتامين الشمس، يعني اذا تعرضنا للشمس اوكي ناخذ منها هالفيتامين. ليه غريب؟ رح فسر لهم. لانه الفيتامين دي والكالسيوم اذا ما كانوا سوا ما بيمتصهم الجسم مثل ما لازم، ما بياخذهم العظم مثل ما لازم،
وبالنتيجة بيصير في ترقع. دونك فيتامين دي مهمة والكالسيوم مهمين، اثنيناتهم موجودين بالأكل، والفيتامين دي موجودة بالشمس. إذا مزجوا يعني كل يوم تعرضنا لعشر دقايق شمس، شربنا كاسة حليب على بكرة مع كورن فليكس. ذكرتيني الحليب البودرة مثل الحليب السائل الطازة إنه سؤال وجيه رح فسر لك عنه كمان. أوكي، في كتير ناس بفضلوا الحليب الطازة، طازة من البقرة طازة. هذا بيبقى فيه نسبة دهن عالية جداً جداً. هذا أنا كنت أنا صغير كان عندي غرام بروح المزرعة ونجيب الحليب البقرة الطازة. مش غلط. أنا مش ضد أي نوع حليب، يعني حسب الأشخاص بشو معودين يكفوا، ما بدي غير لهم عادتهم يوقفوا الحليب، بالعكس. أوكي. كل أنواع الحليب إن كانت بودرة مجففة أو الحليب المعقم اللي بيجي بالعلب أو الحليب الطازة كلهم فيهم كالسيوم ومدعومين بالكالسيوم. العلب مدعومة بالكالسيوم، يعني الطازة بيجي مثل ما هو موجود فيه كالسيوم. الديزافانتاج أو العوائق طبعا انه في نسبه دهن جدا عاليه، بينما المعلب القليل دسم ما في كثير دهن. بنكون عم ناخذ كل الكالسيوم اللي عايزينه. حلو. قلنا انه الكالسيوم وين بنلاقيه؟ بالسردين. بالسردين وبالخضره الخضراء. ليك وينهم؟ بنلاقيه بالجبنه. بالجبنه. ليك وين الكفار على جنب. دونك على الطاوله شفنا وين في كالسيوم. هون نحن نعم تفضل. هون نحن فانيسا بعد خبرك كمان شوي نحن شو عم نعمل؟ شوف الريحه ايه التوم على البلدور عملناه شوي بزيت الزيتون، ضفناهم على السرديه مع الخبز اللي حطينا له زيت زيتون. وهون اكيد نحن اذا بدنا نسقي بالحامض، عرفتي كيف؟ اكيد نقطر الحامض يصير عندنا فليفرز حلوه. هون كمان هيك رشه كثير للفكره فلفل. هون كمان مثل ما شفتي فانيسا بنحط شويه، يعني هيدا فينا نعتبره انه ابيتايزر هيلثي، مقبلات صحية. بدل ما ناكل معجنات مقلية هيدي مكبلات صحية. ما ندوقك شوي، شو رأيك؟ هلا يلا مندوق. يلا تفضل. بكدوش أو بص؟ لا مثل ما بدي. رح أسقف التونة. شو؟ دوق التونة مع بندورة لحتى نعرف زيت الزيتون مع الملح والبار والفلفل مع نكهة التوم هيك على الخفيف. هذا لكن عندنا هالطبق الأول صار جاهز. حتى لك شوية ألوان للأولاد ممكن نجذبهم شوي بطريقة هيك خفيف نظيف مثل بولا. هلا نحن كمان فانيسا رح ننتقل للطبق الثاني. خلينا نشوف شو المكونات ونرجع نحن وياكم. مكونات رقائق اللحم مع البلو تشيز، 200 جرام لحم فيليه بقر، 200 جرام بلو تشيز، 200 جرام بطاطا، 200 جرام بندورة، 20 جرام زيت زيتون، ملح حسب رغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن طبق تاني فانيسا رح يكون عندنا طبق كمان اللحم. اللحم أكيد اللي فيه بروتين نسبة عالية وحديد وحديد. وهون نحن كمان جبناها هبرة من دون دهن. في إيدك هلا أنت عم بتقول يعني أنا فكرت صوص بندورة بالأول. بتخافوا مني؟ ماشي خلاص. شو بدنا نعمل؟ هون عندنا البندورة. هلا هو شوية دهن مرات طيب بيناتنا يعني. شو صغيرة ما قلنا كل شيء تواضع. هلا مرة بالجمعة بيمشي الحال، يوم أي يوم لا كمان بيمشي الحال. إذا كل يوم بتمشي ساعة إيه؟ فيك. طب فانيسا كيف فينا نتوقع من ترقرق العظم يعني؟ بتعرفي نحن وحنا نتوقع وما نتبع حالنا، فكيف فينا نتوقع؟ في عنا عدة طرق، أول شيء نتناول المأكولات اللي فيها كالسيوم. أهم ما حكينا عنه موجودة قدامنا وحكينا عنه. تاني طريقة الرياضة. الرياضة بتخليك تحافظ على العظام قاسية وقوية. أوكي. بتخليك تمتص الكالسيوم أفضل. نتعرض شوي للشمس 10 دقائق بالنهار، نشرب كاسة حليب، بنفوت عطب خيطنا كالسيوم أكتر. بأي طريقة مثلا مثل ما قلنا عن البيشاميل. أوكي. فينا بدل ما نحضر الجاتو بسكر وطحينة فينا نزيد له لبن. لبن بيطر المزبوط بيطلع كتير طيب اكيد صحيح. أوكي. واللوز في كمان اللوبات خاصه اللوز عالي كتير بالكالسيوم كمان بنزيده على الاكل. حلو. هلا كرمال نتجنب ترقع العظم في اشياء ما لازم نعملها، احكينا على الاشياء اللي لازم نعملها. في اشياء ما لازم نعملها مثل التدخين والالكول وقلة الحركه. هو يعني ثلاثه بيضروا بكل الاحوال. كيف انه حلو اكيد راح يضروا كثير. يعني قديش بده واحد ينتبه؟ بتعرف الوقايه مثل بقولوا درهم وقاية أحسن من قنطار العلاج. مزبوط. بس أنا دايما بقول إنه بتواضع كل شيء مسموح.
مو يتلهم الانسان يعني باعتدال دائما كل شيء باعتدال باعتدال كل شيء مسموح يعني ايام بيشوفوني زبوناتي عم باكل برجر مثلا بينقزوا هيك بينقزوا انه اكيد بحق لي اذا مثلا انا كثير من المشاهدين بيشوفوني على الطريق مثلا بكون شي مطرح عم باكل ساندويتش او شيء شاف معقول ما عم تاكل من اكلاتك طب ما بحق له للشيف يرتاح شوي ويشتري ساندويتش من مطرح معروف دائما هو البروفيسيون بتبقى بتنقلب عليك على طول صحيح فانيسا نحن رح نروح لفاصل علينا صغير ونرجع معي ترونا من بعد الفاصل ولا أطيب ضيفتنا فانيسا خصوب اختصاصية التغذية كمان أهلا وسهلا فيك فانيسا يعني ما بعرف شو بدي لك يعني هاليوم أفكار كتير حلوة ومشجعة وهيك بتلفت نظر مرسي. وهلا نحن كمان نبلش بالطبق الثاني لأنه كمان وقتنا شوي صار ضيق فعنا كم حركة هيدي لحمة عنا الفيليه اللي مثل ما شفتي فانيسا هبرة مثل ما قلنا دايما البروتيين مهمة كتير للعضل مهمة للنمو مهمة لكل الحياة دايما نركز على اللحومات كتير والنشويات تكون متواضعة شوية ملح ما بأثر هيك زي طبع أنا كمان بحب الأكل مالح بس شوي 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 لكن بدنا نحكي كمان عن المينوبوز تعرف النساء إجمالاً أكثر شيء يبلشوا يخافوا على المينوبوز يبلشوا ينصحوا ممكن يتعرضوا أكثر لترقق العظام لأنه ابتداء من عمر الخمسين لازم كل مرأة تفحص حالة تطلب من الحكيم فحص لتروح تعمل تشيك أب للعظم تشوف إذا في احتمال يكون في ترقق عظم أو لا لتبلش تعطي حالة سوبليمان هلأ مثل ما قلنا اذا توقعينا من عمر كتير صغير ما بنوصل للاوستيوبوروز اكيد بس ليك قد ايه مهمه يعني بخلال 50 سنه اول سنه هي اهم وحده بس كمان مش معناتها نوقف الحليب على 30 حليب لازم نشرب لل 60 وال 70 في دراسات هلا جديده بتبين انه لو في نساء بعمر ال 60 بلشوا يشربوا حليب تبين انه نزل نسبه 30% ترقق العظام وبلشت تشرب حليب على عمر كبير دونك شو ما كان الاعمار لازم نشرب حليب يعني لو فات زيرو فات ما بأثر مهم في حليب بقلبه كالسيوم يس القلبين والاشبان كمان كلهم غنيين بالكالسيوم مستردين كثير بس انا دائما بركز على الحليب لانه هلا كثير عم يطلع عليه دراسات انه له منافع كثير وبيساعد على تخفيف الوزن لازم ما قصدي شيء طب هلا اذا المشاهدين بدهم هيك يسالوا شي سؤال على الفيسبوك انت عندك على الفيسبوك فانيسا خصوب فيسبوك سلاش فانيسا اي سؤال فانيسا خصوب اي سؤال بيلاقوا كمان عيادتي وبيلاقوني على هيدي الصفحه فيري جود اذا عندهم اسئله انا موجود خاصه اذا حدا مريض ضعف او مثلا بده يسال حالة سؤال بهمه حدا يعني يعطي معنويات انا كثير بامن بالمعنويات يعني الدايت الرجيم هين بتنعطيك ورقة وبتلحقها هي المعنويات قد ايه فيك تداين وتكفي وتاخذها كطريقة حياة هيدا الأهم طب فانيسا هلا أنا بالنسبة لإلي مثلا بلش لا أنا منيح لازم نضعف شيء مش منيح هيك لا كتير سامباتيك سفلت هيدا اختصاص التغذية نحن هون لكن فانيسا البندورة شويناها واللحمة كمان شويناها على الجريل أكيد والخبزة هون بالفرن الخبز تعرفي بس نسخنه بالفرن بيعطي هالقرش الطيبة الكريسبي اكزاكتلي ونحن هون جبنا كمان البلو تشيز البلو تشيز نحن اللي بتعرفيها البلو تشيز طعمتها طيبة فيها كالسيوم نحن فتفتها بقلب الساندويش واكيد اليوم اللحمة مع البلو تشيز طعمتها كثير طيبة هون واكيد اللحمة نحن عم نسوي كيف بتحب اللحمة فانيسا ميديوم او الويل دان ميديوم مثلي انا كمان بحبها ميديوم ميديوم طويل شوي كمان تمشي وهون في عنا نحنا إكليل الجبل للي كمان بيعطي طعم طيب كمان نسينا نزين هالصحن الأول شوف إيش هالصحن الحلو يعني تصور هيك وجبة مثلاً نقدمها لأطفالنا قدر يحسوا حالهم بشهية كل ما شكلنا ولوننا مزبوط كل ما الولد صار عنده هيك شيء مثل ما بقوله كنا عم نقول شايف عن مينوبوز المينوبوز تجي مع الأوستيوبوروز ليه؟ تعرف ليه؟ ليه؟ لأنه وقتي ليه؟ نوصل على المينوبوز بتخف نسبة الهرمونات اللي بتوقف كلياً الاستروجين الاستروجين هي هرمون أساسية لامتصاص الكالسيوم وقتلي بتوقف هيدي توقف يوقف امتصاص الكالسيوم حلو هيدا الشيء مشان هيك يعني بيجوا سوا مشان هيك مننتبه دايماً قبل منتوقع ما منوصل له ومنقول يا ريت يا ريت كلمة يا ريت ما عمرت بيت هون احنا عنا البندورة مشوية اوكي البندوره فيها كالسيوم شي فانيسا لا فيها فيتامين سي
الفواكه فيها كثير فيتامين سي. هون نحن فيتامين سي مع الحديد عم تمزجهم انت كمان، دائما وقت نمزج الاكل بيصير امتصاصه اقوى بكثير. هون صار عندنا هالصندوق الشهي بيثبت بالعظم. بس اشوفي هالقرشه الطيبه هلا بتكون مع الساندويتش، يا عين غير شكل. وهون نحن رشيت اوريجانو كمان على الخفيف مع الخضره. رح نقول للمشاهدين قد ايه لازم ياخذوا كالسيوم بالنهار. الولد لازم ياخذ 800 ملي جرام بالنهار. ما يعادل قديش يعني تقريبا؟ 3 كبيت حليب. 3 كبيت حليب، اوكي. المرأة لازم تاخذ بين 1000 و 1005 المرأة والرجال، والمرأة على المينوبوز لازم تبلش تاخذ 1300. يعني 5 كبيات. 100% حليب يلي هو كالسيوم، يعني إذا أخذنا كبيتين حليب بالنهار، وأخذنا قطعتين تونة، اوكي، وأخذنا سلطة خس ملفوف أخضر. ممكن عزيز. كمان لبن مطبوخ بفيد كمان. لبن فيه كتير كالسيوم أكيد. كل المشتقات الحليب إذا تفوتت على الأكل مثل ما قلنا بالجاتو بالطبخ لوز من رش رشة لوز مش ضروري يكون مقلى، فيكون مقلى خفيف أو محمص أو محمص أحسن وأحسن. Very good. كله بينزل. نحن فانيسا للأسف خلص وقتنا. بدنا نتشكرك وعلى أمل إنه كمان بدنا إياكي بحلقات لاحقة. أنا كثير انبسطت. Thank you very much. Nice to meet you كمان. Nice to meet you too. مشاهدين حلقتنا لليوم خلصت. Thank you فانيسا. حلقتنا لليوم خلصت. موعدنا معكم كمان بكرة بحلقة جديدة. غير شكل ألف صحتين وإلى اللقاء.